السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف اليوم على فضل يوم الجمعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حسنا، سأطرح عليكم بعض التساؤلات. كم عدد أيام الأسبوع؟ أحسنتم، 7 أيام هي السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. ما أفضل هذه الأيام؟ أحسنتم، يوم الجمعة. ولكن لماذا استحق يوم الجمعة أن يكون أفضل أيام الأسبوع؟ هيا بنا لنتعرف على ذلك من خلال الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. إذن لماذا استحق يوم الجمعة أن يكون أفضل أيام الأسبوع؟ هناك أسباب. هي: السبب الأول، فيه خلق آدم عليه السلام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. السبب الثاني، فيه أدخل آدم عليه السلام الجنة. السبب الثالث، فيه أخرج آدم عليه السلام من الجنة. أما السبب الرابع ففيه تقوم الساعة. والآن لنلخص ما تعلمناه اليوم. يوم الجمعة هو أفضل الأيام لأن فيه خلق آدم، وفيه أدخل آدم الجنة، وفيه أخرج آدم من الجنة، وفيه تقوم الساعة. إلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.